بصي بقى، انا هحكي لك السيناريو اللي هيحصل بالحرف الواحد. نوران دي اول ما تعرف باللي حصل ده هتجيلي ركعه وتدمع تمعتين وتقول لي شكري، ارجوك يا شكري، بنتي يا شكري، خد اللي انت عايزه. وساعتها طبعا انا هعرف العيبها بطريقتي. ما هو نوران دي يا بنتي محدش يعرف العيبها عشان اكل غيري انا. شكري الباشا هو علاج نوران الديب. ثانيه واحده اشوف مين واكلمك على طول يا حبيبتي. اوكي باي. والله كنت عارف انك هتيجي، بس ما كنتش عارف انك هتجيبي معاكي شويه الصيع دول. جريئة يا نورهان، انت فاكره انا بخاف من الحاجات دي ولا ايه؟ ما تفوقي لنفسك، انا شكري الباشا. فاهمه يعني ايه شكري الباشا؟ ساكته ليه؟ ما تردي. ايه يا نورهان، في ايه؟ ايه البصه دي؟ مش عايزه اسمع صوتك. باسل، سكتوه بطريقتكم. لا لا، انا ما بياكلش معايا الكلام ده. لا اوعى ايدك انت اهو. سمعت الكلام الهانم؟ لو لسانك تحرك هقطعه. ما ناقص اللي انت يا بوت. نورهان، انا ابو بنتك برضو. انا بستغرب على نفسي بصراحه، بستغرب فعلا. ازاي سمحت لنفسي اعيش مع واحد واطي وجبان زيك؟ ازاي استحملت رذالتك وغتتك العمر ده كله؟ لكن معلش، هي الدنيا كده، في حاجات كتيره قوي بتبقى واضحه زي الشمس قدام البني ادم، وللاسف ما بيشوفهاش غير متاخر. من النهارده بقى يا شكري في اسلوب تاني جديد يليق بواحد واطي وجبان زيك. من النهارده انا اللي هضرب وانت اللي هتتوجع. من النهارده هشتغل لك في الازرق وهفكر لك في كل مصيبه ومصيبه تلعن فيها اليوم اللي انت وقفت فيها قدامي وقدام ابويا. وعلى فكره عندي اللي هيطلعني منها زي الشعره من العجينه. على فكره يا شكري، نورهان بنت عامر الديب المستكينه الطيبه الضعيفه اللي كانت بتاخد بالجزمه وبتستحمل عشان خاطر بنتها، خدت عزاها النهارده. خلاص ماتت، مش موجوده. نورهان اللي واقفه قدامك اللي هتدوس على رقبتك لحد ما تطلع روحك بالبطيء، وهتخليك تلعن اليوم اللي انت اتولدت فيه. فين بنتي يا شكري؟ رد على الهانم. هرد يا اخي بالراحه. بنتنا فوق، بنتنا فوق يا نورهان. سهى، ماما، ماما، ماما حبيبتي، يلا نمشي من هنا يا ماما، انا عايزه اروح. يلا نمشي. خلاص خلاص يا حبيبه ماما، احنا مشينا من هنا. يلا خدوا واجبكم انتوا بقى، اهدوا كده عشان ما ينفعوا يا اخوانا. اقف. يا ولاد الكلب. كده يا نورهان. ماشي يا نورهان، والله ما هعديها لك. انا اتضرب كده قدام بنتي؟ اضحكي يا نوران، اضحكي، بكره خليكي تعيطي. يا ولاد الكلب. انا مش عارفه اشكركم ازاي. اطلب لي مستر رفيق هشكره بنفسي. وعلى فكره هبلغه كمان ان العقود جاهزه وبالرقم اللي